لماذا كتبت رواية عالم صوفي؟ Right. Why did you write? Why did you write the novel? كتبت هذه الرواية. I was a teacher, teaching philosophy. كنت أدرس الفلسفة وفي نفس الوقت كنت كاتبا. Before I became a full-time writer. وقبل أن أنتهن الكتابة بشكل كامل كنت أعمل على كتاب خلال حياتي عندما كنت أتعامل مع الفلسفة وكتبت هذه الرواية. كانت نيتي أن أكتب هذه الرواية لتكون مقدمة متاحة للفلسفة الغربية. وكما تعلم بدأت أكتب هذه الرواية بأن البشر دائما يطرحون هذه الأسئلة الفلسفية كأحد الأساتذة من الجامعة، وكان الأمر ممل بالنسبة لي وشعرت بأنه سيكون ممل للجميع، بالتالي قمت بتغيير الغرض وتتحول الكتاب تدريجيا ليصبح رواية. وهذا الأمر مهم لأن هذا سبب رئيسي لماذا لم تغيرت هذه الفكرة من كتاب إلى رواية، لأننا في عقولنا العقل دائما يحول المعلومات إلى قصص. عندما تخبرني عن قصص عن مصر سوف أستمع إلى هذه القصص بعناية بشكل كبير. الأمر يختلف عندما تكون المعلومات في كتاب عن كونها في رواية. من الجيد للغاية طرح المعلومات في قصص وفي رواية. عندما كنت 10 سنوات كنت أتعلم العادات العربية عن طريق القصص والروايات، وقد وردت في خاطري، وبالتالي بهذه الطريقة نتفهم المعاني لهذه القصص بشكل أوضح.